مساء الخير رائدات ورواد موقع أزمنة سياسية، نقدم لكم إطلالة لأهم الأنباء الواردة في الصحف الوطنية. ورد في جريدة آخر ساعة: أطباء مغاربة يكشفون عن تقنية جديدة لعلاج سرطان البروستات بدون عملية جراحية. فقد كشف أطباء مغاربة متخصصون في علاج أمراض السرطان عن تقنية جديدة لشفاء حالات مصابة بداء سرطان البروستات لدى الرجال، وذلك بدون الخضوع لعملية جراحية. وسيكون المغرب أول بلد إفريقي يقوم بهذا النوع من العمليات لعلاج هذا السرطان الخبيث. وقد تمكن أول مغربي يعاني من سرطان البروستات من الخضوع لهذا النوع من العمليات الجديدة خلال الأسبوع المنصرم في مركز الأنكولوجيا الأزهر في الرباط. وفي عنوان آخر من نفس الجريدة: الحكومة تعيش عطالة مزمنة وحصيلة أدائها هزيلة. تعيش الحكومة في ظل غياب المبادرات الرامية إلى استكمال تنفيذ برامجها، إذ تحولت عطلة أعضاء الحكومة إلى عطالة مزمنة في انتظار محطة 7 أكتوبر، وبدا انشغال رئيس الحكومة إله بن كيران وغالبية أعضاء حكومته بالانتخابات طاغيا على السير العادي لتدبير الشأن الحكومي، فليست هناك أنشطة حكومية ولا قرارات ولا إجراءات ولا نصوص تشريعية جديدة في الأفق. وفي أخبار اليوم: بن كيران يحث وزراءه على العمل إلى الدقيقة الأخيرة من عمر الحكومة. فقد قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن حكومته ما زالت تتمتع بكامل صلاحياتها، وإنها ليست حكومة تصريف أعمال إلى موعد الانتخابات في الشهر القادم. مصدر قال إن نفي بن كيران أن تكون حكومته حكومة تصريف أعمال موجه إلى عدد من الوزراء الذين توقفوا عن العمل تماما، خوفا من أن يتهموا بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها وتقوية الحزب الذي يقود الحكومة في الربع ساعة الأخيرة من عمرها. وفي مقال آخر بنفس الجريدة: مبالغ عسر الأداء ارتفعت بأزيد من 100 مليار سنتيم خلال شهر واحد. فعلى خلاف الأشهر الأولى من السنة الجارية، حيث حافظ المغاربة على أداء منتظم لقروضهم البنكية، عاد زبناء البنوك المغربية لتسجيل مستويات مرتفعة من القروض متعثرة الأداء. خلال شهر يوليوز الماضي بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 500 مليون درهم، ما يمثل قيمة تقارب تلك المسجلة بالنسبة إلى قروض المقاولة، وذلك حسب المعطيات التي كشف عنها تقرير الإشراف البنكي الأخير الصادر عن البنك المركزي. وجاء في جريدة الصباح: اختلافات حادة وسط زعماء أحزاب الحكومة حول تقييم مردودية الوزراء. فمن المتوقع أن تعقد أحزاب الأغلبية اجتماعا لها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل من أجل تقييم حصيلة الحكومة بما لها وما عليها ورسم حدود للمعركة الفاصلة في 7 أكتوبر المقبل. وعلمت الجريدة أن اختلافا قويا حصل داخل بيت أحزاب الأغلبية الحكومية حول تقييم الحصيلة الحكومية، فبينما يدفع حزب الأحرار نحو ترتيب قطاعات الحكومية التي كان يدير شؤونها وزراء تجمعيون في إطار أقطاب اقتصادية في المركز الأول، يدافع البيجيدي من أجل تصنيف وزرائه في الخانة الأولى من مراحل تقييم الحصيلة الحكومية، فيما يرى حزب التقدم والاشتراكية
أن وزراءه هم من خلق الحدث طيلة المدة الانتدابية لهم في القطاعات التي أشرفوا عليها. وبنفس الجريدة كازا فينانس سيتي يقوي جاذبية المغرب الاستثمارية، فقد كشفت الحكومة جهودها في دعم القطب المالي للدار البيضاء كازا فينانس سيتي من أجل تقوية جاذبية المغرب الاستثمارية في الخارج، إذ تراهن على جعل القطب جسرا للاستثمار في السوق الإفريقية، وذلك أن المنصة الاقتصادية والمالية تنسجم مع الأهداف التي أسست لأجلها، وتشير إلى أن القارة السمراء تعتبر مستقبل العالم لعدة اعتبارات، أهمها أن 3 مواليد من أصل 4 في أفق 2100 أفارقة. جريدة المساء: استمرار لجوء الأسر المغربية إلى قروض الاستهلاك والتجهيز وتراجع القروض العقارية. فبعد الزيادات المتتالية والصاروخية التي عرفتها مجموعة من المواد الاستهلاكية، يبدو أن نسبة كبيرة من الأسر المغربية قد اضطرت للجوء إلى القروض البنكية من أجل تلبية حاجياتها المالية. هذا ما أكدته آخر الأرقام الصادرة عن بنك المغرب بأن قروض الاستهلاك والتجهيز سجلت مستويات مرتفعة خلال شهر يوليوز الماضي، بلغت نسبتها 0.4%، بينما تراجع معدل نمو القروض العقارية من 2.1% إلى 1.7%. ووارد في نفس الجريدة: العدالة والتنمية يمتنع عن الترشيح للانتخابات الجزئية لشغل مقعد بمجلس المستشارين. فقد علمت الجريدة أن البيجيدي عمد إلى سحب ترشحه للانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين الخاصة بتمثيلية الجهات على مستوى جهة سوس ماسا درعا، بعد أن تداولت الأوساط السياسية خلال الأيام الماضية بعض الأسماء التي كانت من المتوقع ترشيحها لشغل هذا المقعد. وعلمت الجريدة أن تعليمات أعطيت لمستشاري العدالة والتنمية بالتصويت لفائدة مرشح الاستقلال في إطار استراتيجية التقارب التي تجمع الحزبين. كما ورد في الأحداث المغربية، مسطرة جديدة لمنح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية. فقد قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بوضع مسطرة جديدة لمنح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، وذلك في إطار وضع التدابير المواكبة للجيل الجديد من الاتفاقيات الوطنية وبغية الاستجابة لانتظارات مهنيي الصحة. وتستند هذه المسطرة الجديدة على أساس تبسيط المساطر الإدارية واستعمال التقنيات الجديدة للإعلام والتواصل، كما تهدف إلى منح الرقم الوطني الاستدلالي في ظرف 48 ساعة. وبنفس الجريدة: النسيج المغربي يغري البريطانيين بعد البريكسيت. العلاقات الاقتصادية المغربية البريطانية مرشحة لمرحلة جديدة ستفتح آفاقا واعدة لقطاعات اقتصادية وطنية في هذه السوق بعد قرار بريكسيت الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن قطاع النسيج الوطني سيكون أول من سيجني ثمار البريكسيت، ذلك أنه وحسب دراسة أنجزتها كل من المؤسسة البنكية البريطانية باركليز ووكالة كونلومينو الأمريكية للأبحاث، فإن مهنيي ومصنعي النسيج البريطانيين عبروا عن اهتمامهم بالنسيج المغربي وعن رغبتهم في عقد شراكات مع مهنيي القطاع في المملكة خلال الفترة المقبلة.
واهتمت جريدة الاتحاد الاشتراكي بوزارة الداخلية تحصي الموثقين بعد تكليف المحكمتين الزجريتين والاجتماعية بالأبوستيل. فعلى إثر تطبيق مقتضيات معاهدة لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية أبوستيل، دعت مصالح وزارة الداخلية مسؤولي الإدارة الترابية على صعيد الدار البيضاء لإعداد جرد الموثقين في الوقت الذي دخل فيه قرار إضافة اختصاص وضع الأبوستيل لكل من المحكمة الزجرية الابتدائية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. وفي نفس الجريدة تواصل حكومة بن كيران حملة الاقتطاع من أجور الموظفين كشكل انتقامي من خوضهم للإضرابات الاحتجاجية ضد سياسة الحكومة. فقد تفاجأ موظفو وزارة المالية بالاقتطاع من أجورهم في 29 يونيو على بعد أسبوع من عيد الفطر، ثم عادت للاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم في 29 يوليوز، وعدد كبير منهم يعد العدة للسفر وقضاء العطلة الصيفية. ونهجت قبل يومين نفس أسلوب الاقتطاع، مستهدفة هذه المرة أجور مهني الصحة نهاية شهر غشت على بعد أيام قليلة من الموسم الدراسي وعيد الأضحى. وفي بيان اليوم، أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية خلال اجتماع موسع عقدته الثلاثاء الماضي خصص لتدارس المستجدات الوطنية والدولية حول استعمال الأدوية المحتوية على مادة فالبروات صوديوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات الواجب احترامها سواء من مهني الصحة أو من قبل مستعمل الأدوية المحتوية على هذه المادة. وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذه الإجراءات تشمل عدم وصف الأدوية المحتوية على فالبروات صوديوم بالنسبة للفتيات والنساء اللاتي بلغن سن الخصوبة والنساء الحوامل إلا في حالة عدم فعالية الأدوية البديلة، وضرورة استعمال موانع الحمل الناجعة بعد استشارة الطبيب في حالة استعمال الأدوية المحتوية على هذه المادة عند النساء اللواتي يسمح لهن سنهن بالحمل. وورد في رسالة الأمة، قال ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها ورئيس الحزب الشعبي، إن التعاون مع المغرب سيظل من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية لإسبانيا. وأوضح راخوي في كلمته التي ألقاها في إطار نقاشات التنصيب التي بدأت الثلاثاء الماضي أمام مجلس النواب، أن التعاون مع الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وخاصة المغرب حول قضايا هامة مثل الأمن والهجرة سيظل محورا رئيسيا في جدول أعمال العلاقات الدولية لإسبانيا. وجدد مرشح الحزب الشعبي خلال عرضه لأهم ركائز السياسة الخارجية لحكومته، إذا ما نجح في الحصول على ثقة البرلمان، التزام بلاده من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي لإفريقيا. وفي نفس الجريدة، الرميد يستنفر موظفي العدل الملزمين بالتصريح الإجباري للممتلكات. فقد وجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دورية حول التصريح الإجباري بالممتلكات إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لديها والكاتب العام والمفتش العام لوزارة ومديري الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية والوكلاء العامين لدى هذه المحاكم ورؤساء المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية ووكلاء الملك لدى هذه المحاكم.
أما جريدة العلم فورد فيها فضيحة تؤكد مخاوف المجتمع الدولي في مخيمات الحمادة. الكشف عن شبكة للتهريب تورط فيها جهاز الأمن التابع للبوليساريو، فقد علمت الجريدة من مصادر إعلامية متخصصة في جبهة البوليساريو الانفصالية حدوث فضيحة هزت أركان الجبهة وانضافت إلى جملة من الفضائح التي منيت بها هذه الأخيرة قبل وبعد وفاة محمد عبد العزيز المراكشي، وتمثلت في نقل كمية من النحاس والبطاريات المسروقة تورط فيها أعضاء من البوليساريو، وتم ذلك في المكان المعروف بالوعيد. وفي نفس الجريدة: وضعية الطفولة تجر المغرب إلى مرتبة غير مشرفة، فقد حل المغرب في الرتبة 74 عالميا في مؤشر حقوق الأطفال الذي أصدرته منظمة حقوق الأطفال مؤخرا، وشمل 163 دولة من بينها 17 دولة عربية، فيما حلت تونس في المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا، وقد حازت مصر المرتبة 34 عالميا، فيما احتلت سلطنة عمان المرتبة 40 عالميا، ولبنان المرتبة 42 عالميا، وجاءت الأردن في المرتبة 46، بينما صنفت الإمارات في المرتبة 78. عن جريدة لوماتان: كشفت الأبحاث الجارية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع متطرفين مواليين لداعش تم ترحيلهما يوم 26 غشت الماضي من فرنسا، عن توجهاتهما الإرهابية وانخراطهما الكلي في استراتيجية هذا التنظيم الإرهابي. وأكد البيان أن أحدهما تم تجنيده من طرف قيادي ميداني لداعش ينشط بالساحة السورية العراقية، والذي دعاه إلى تعليق مشروع التحاقه بهذه البؤرة المتوترة بهدف التنسيق لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بفرنسا باسم تنظيم داعش. وبموازاة ذلك انخرط المعني في حملة تحريضية واسعة من أجل حث الموالين لداعش على تنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة تستهدف قطاعات حيوية وعناصر مختلف الأجهزة الأمنية. عن جريدة أجوردوي لوماغو: الأغلبية أجلت تقديم حصيلتها إلى وقت لاحق، فبعد أن أعلنت الأحزاب الأربعة عن تنظيم لقاء كبير الجمعة المقبل بحضور زعماء الأحزاب والوزراء وكذا أعضاء الفرق البرلمانية، قال محمد نبيل بن عبد الله إنه تم تأجيل اللقاء لأن الوثيقة التي كان من المفترض أن تعرض خلال الاجتماع ليست جاهزة بعد. وفي جريدة البيان: نظم البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشراكة مع لجنة الإشراف على المؤتمر العالمي المقبل حول التغيرات المناخية أول أمس الأربعاء بالرباط اجتماعا موجها للسفراء الأفارقة المعتمدين بالمغرب. وأوضح بلاغ للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الهدف من الاجتماع المنظم في إطار التحضير للمؤتمر المقبل للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP22 والمزمع تنظيمه بمراكش من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل، يتمثل في تقديم رهانات COP22 بالنسبة لإفريقيا والتحضير لمشاركة هذه البلدان وتعزيز الجهود الجارية من أجل مشاركة منسقة للقارة في هذا الحدث العالمي. أما جريدة لوبينيون فقد قالت: أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يوليوز 2016 أن الرقم الاستدلالي للإسعار عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تقرير البترول سجل ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة مع يونيو 2016. وأوضحت المندوبية
الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار والتي تعود إلى ارتفاع في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0.6% وفي صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 0.3% وفي صنع الأثاث بنحو 0.8% وفي صناعة الملابس بنسبة 0.1%، مشيرة بالمقابل إلى تراجع الأسعار في الصناعة الكيماوية وصناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 0.1%. هكذا نكون قد أنهينا جولتنا اليومية حول ما تناولته الصحف الوطنية، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.